السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم، وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن غيرنا الموعد في شهر رمضان ليكون في هذا الوقت، رأينا أنه أنسب، والله أعلم، ولكل مجتهد نصيب. اجتهدنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الوقت أنسب لكم إن شاء الله تعالى. نرحب بشيخنا المسند الشيخ إبراهيم بن يوسف الشنقيطي حفظ الله تبارك وتعالى في هذه الزيارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الوالدات المقصود بهن هنا المطلقات البائنات، لأن الكلام كله في المطلقات، لأن الكلام كله في المطلقات، فهنا عن المطلقات المقصود بها الوالدة المطلقة إذا طلقها زوجها ولها رضيع وقد بانت من زوجها، لأن الرجعية زوجة معلقة، لكن الكلام في المطلقة البائن، سواء طلقها وانتهت عدتها أو طلقها وهي حامل ثم ولدت، المهم أن انقضت عدتها، بانت منه بينونة صغرى أو بينونة كبرى، المهم أنها بائن منه. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، أي يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن، وذهب بعضهم إلى الاستحباب، أي يستحب للوالدات أن يرضعن أولادهن. وفي هذا لمسة لطيفة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى يأمر الوالدات أن يرضعن أولادهن، وكأنه يقول سبحانه وتعالى: وهو كذلك أنا أرحم بالأولاد من أمهم، أرحم بالأولاد من أمهم، وهو كذلك. وإذا قال حماد بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى: والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله وأن يحاسبني أمي وأبي لطلبت أن يحاسبني الله، لأنه أرحم سبحانه وتعالى. وأذكر قصة سمعتها قبل يومين تماما، طفلة عمرها سنة، في الأول الابتدائي يعني 5 سنوات أو 6 سنوات، أمها لا تريدها وأبوها لا يريدها، أمها لا تريد أن تأتي تأخذها وتقول دعوا أباها يأخذها، والأب يقول اتركوا أمها تأخذها، لا أحد أن يأخذ. أي رحمة تلك التي في قلوب هؤلاء الآباء والأمهات؟ فالله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه منهم سبحانه وتعالى. فقال: والوالدات يرضعن أولادهن، إما خبر استحباب، إما أمر استحباب، وإما أن يكون أمر إيجاب. يرضعن أولادهن ذكورا كانوا أو إناثا حولين كاملين، والحول هو السنة الشهرية القمرية الهلالية، هذه السنة حولين كاملين، وقيده أو أكده بكاملين، لأن الإنسان قد يقول جلست سنتين وهو يريد سنة وأشهرا، أو يقول جلست يومين وهو يريد يوما ونصفا أو يوما وساعات، فقال كاملين ليؤكد أن الحولين لابد أن يكونا كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة، إن هناك من يريد أن يتم الرضاعة وهناك من لا يريد أن يتم الرضاعة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قوله: فإن أراد فصالا. فمن أراد أن يتم الرضاعة فإتمام الرضاعة حولين كاملين، فإتمام الرضاعة
يكون في حولين كاملين. قال أهل العلم: ومن هذا يتبين أنه بعد الحولين لا رضاع، لأنها تمت بالحولين، وما بعد الحولين لا عبرة به. ولذلك جاء في الحديث: إنما الرضاعة من المجاعة. ومن هذا يتبين أن قول الجمهور في أن الرضاعة لا تؤثر إلا فيما كان حولين أو أقل، أما بعد الحولين فالرضاعة لا تؤثر ولا قيمة لها. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: إن امرأتي جمد ثديها، فقالت لي: مصه حتى يلين. يقول: فمصصت ثديها حتى لان، فدخل الحليب في جوفي، فقالت له امرأته: الآن حرمت علي، صرت أما لك من الرضاع. فذهب الرجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله، فقال: أبو موسى حرمت عليك. قال أبو موسى حرمت عليك. فجاء الرجل لابن مسعود فقال ابن مسعود: أهكذا أفتاك؟ قال: نعم. قال: قم معي. فقام الرجل مع ابن مسعود إلى أبي موسى الأشعري، فقال ابن مسعود لأبي موسى: أنت أفتيته بهذا الكلام أنه حرمت عليه زوجته؟ قال: نعم. قال: أرضيع هذا؟ قال: أبو عيال، لأن زوجته لا يكون فيها حليب إلا بعد أن تلد. قال: أرضيع هذا فتحرم عليه؟ فسكت أبو موسى الأشعري ثم قال: لا تسألوني وفيكم هذا الحبر. يعني لا تسألوني وفيكم هذا الحبر، يعني عبد الله بن مسعود، يقال الحبر ويقال الحبر، يعني العالم الإمام. فالقصد أن أبا موسى الأشعري رجع عن قوله وأخذ بقول ابن مسعود. وقد جاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال له: إني كانت لي جارية أمة مملوكة، وكان يأتيها، وهذا جائز كما قال الله تبارك وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وزوجته كانت تغار من هذه الأمة، ليس فقط الزوجة، حتى الأمة تغار منها، فغارت من الأمة. فماذا صنعت؟ أتت بالأم فرضعتها، وكانت الزوجة هذه كانت قد ولد، فرضعت الأمة وهي كبيرة الأمة، فرضعتها ثم قالت: الآن ينظر. فلما جاء زوجها قالت له: هل تدري؟ قالت: ما؟ قالت: هذه الأمة لا يحل لك أن تجامعها. قال: لما؟ قال: إنها ابنتك من الرضاع، لقد رضعتها، كيدهن عظيم. قالت: لقد رضعتها. فذهب إلى عمر وقال له: قد وقع كيت وكيت. فقال له عمر: لم تحرم عليك، وأوجع امرأتك ضربا، اضربها على هذا العمل الذي قامت به. على كل حال، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرضاعة تتم بالحولين، وما بعد الحول لا أثر له، خلافا لما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أن الرضاعة تؤثر ولو في الكبر. وسبب الخلاف في ذلك حديث سهلة بنت أبي سهيل، وهي زوجة أبي طلح، أبي حذيفة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، أخوه الوليد بن عتبة، وأبوه عتبة بن ربيعة، وعمه شيبة بن ربيعة الذين قتلوا في بدر، وعمته هند، أمه هند بنت عتبة. فالمهم، أبو حذيفة هذا صحابي جليل بخلاف أخيه وأعمامه وأبيه، هو صحابي جليل. أتى قلت أمه هند، عمته هند، هذا أتى لسالم فرباه عنده، تبناه في صغره، لكن بدون رضاعة، تبناه بدون رضاعة فرباه عنده حتى كبر سالم. فلما كبر سالم، سهلة زوجة أبي حذيفة رأت أن أبا حذيفة متضايق من دخول سالم البيت، وخروج، كان قد بلغ،
ومشكلة ما له بيت إلا هذا البيت، هم الذين تبنوا. فرأت الغيرة والحزن في وجه أبي حذيفة، فذهبت إلى النبي تسأله، فقالت: يا رسول الله، أنت تعلم من حال سالم ما كان؟ وسالم هذا يعني إمام من أئمة المسلمين، وهو أحد قراء القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذه عن سالم، وذكر سالما وزيدا وعبد الله بن عمرو وغيرهم. فسالم هذا من القراء، وهو الذي قال له خالد بن الوليد في معركة اليمامة التي استشهد فيها، قال: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال: بئس قارئ القرآن أنا إذن. نقول: بئس قارئ القرآن أنا إذن. فالمهم أن سالما هذا جاءت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنك قد تعلم ما كان من سالم مولى أبي حذيفة، وإنه قد كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. قالت: كيف أرضعه وقد كبر؟ كبير هو، كيف أرضعه؟ قال: قد علمت أنه قد كبر، أنا أدري أنه كبير. ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعته فحرمت عليه. ونص جماهير أهل العلم على أن الرضاعة هنا كانت بالحلب، تحلب له ثم تعطيه فيشرب. فارتاح أبو حذيفة بعد ذلك، اطمأنت نفسه، خلاص صار ولدا له من الرضاع. وقد أجمع أهل العلم على أن سالما قد صار محرما لسهلة، وصارت أما له، وصار أبو حذيفة أبا له من الرضاعة. ولكن الخلاف بين أهل العلم، هل هذه القضية خاصة بسالم أم تشمل سالما وغيره؟ فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاعة مؤثر في الكبير والصغير كما فهو في حال سالم، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه القصة خاصة بسالم ولا تتعدى، فقط خاصة بسالم. وذهب آخرون إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم، لو قدر أن حالة صارت مثل حالة سالم، ولد في بيت أو وجد في بيت لا يعرف فيه أحدا من أهله، أنا أذكر أحدهم كان قد سمع بحادثة، حادث سيارة، ومات كل من كان في السيارة، عائلة كاملة، ولم تبقى إلا بنت صغيرة عمرها 3 سنوات. فذهب وهو زوجته، ليس عندهم أولاد، فذهب هو وزوجته وتبنوا هذه الطفلة لتربيتها، فهذه لا يوجد لها أحد. يقول: تربت في بيتنا، يقول: حتى بلغت مبلغ النساء. يقول: مشكلة الآن، أنا الذي أخذها المدرسة، هل تتحجب عني أو لا تتحجب عني؟ هل أجلس معها وحدنا في البيت إذا ذهبت أمها في زيارة أو مرضت أو كذا؟ يعني يقول: إشكال عظيم جدا وقع لي مع هذه البنت التي لا تناديني إلا بأبي، ولا لا أعاملها إلا كابنتي من عمرها 3 سنوات وهي عندنا في البيت. فهذه حالة شبيهة بحالة سالم. فقال بعضهم: إذا كان يعني مثل حالة سالم تماما يمكن أن تأخذ حكمها. وذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن هذه المثل خاصة بسالم ولا تتعداه إلى غيره، والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال، وهذا الذي عليه جماهير الصحابة، أن الرضاعة لا يؤثر في الكبير، وإنما الرضاعة من المجاعة فقط. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. المولود له هو الأب، والد الرضيع هذا هو المولود له، رزقهن وكسوتهن. رزق من وكسوة من؟ رزق المرضعة ورزق الرضيع أو المرضعات جميعا، إذا عموم النساء الوالدات يرضعن، المولود له عليه أن يرزقها وعليه أن يكسوها. طيب هي طالق بائن، كيف ينفق عليها؟ ينفق عليها مصرف الرضاعة،
لأن ترضع له بالأجرة، ترضع له بالأجرة. تقول أنا لست مكلف أن أرضع هذا الصبي أو هذا الرضيع ذكرا كان أو أنثى، أعطني أجرة. تطلب أجرة للرضاعة، كما قال الله تبارك وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى في سورة النساء الصغرى كما يقال، سورة الطلاق، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا تعاسر الزوج مع زوجته في الرضاع فسترضع له أخرى، والمقصود هنا الزوجة المطلقة، المطلقة البائن، ترضع له أخرى طبعا بأجرة، المرضعة الأخرى ترضع بأجرة. طيب هذه الزوجة يقول عليه رزقها، يرزقها، يرزقها كم؟ ماذا يعطيها؟ يعطيها أجرة مرضعة. طبعا إذا تبرعت وقالت أنا أرضعه لأنه ولدي ولا أريد أجرة، هذا هو الخير وهذا هو الأصل في المرأة، أن هذا ولدها وأنها ترضعه وهذا من حقه عليها. فإن أبت قالت لا أرضعه، الزوج هنا سيبحث عن مرضعة، فإذا أتى بمرضعة أو قالت زوجته المطلقة منه عفوا قالت لا أرضعه إلا بثمن، إلا بأجرة، قالت لا أرضعه إلا بأجرة، فله عليه أن يدفع لها الأجرة. إذا قال لا أدفع لك أجرة ثم ذهب إلى مرضعة وأتى بمرضعة كم ترضعين الولد؟ قالت أرضعه 100 دينار في الشهر مثلا، قالت أخذ في الشهر 100 دينار أو 5 كثير 100 دينار، زين إيش رأيك؟ وايد ها؟ كم؟ 50 زين ها؟ يلا 50 دينار بالشهر. طيب فقالت أرضعه 50 دينار بالشهر، فجاءت زوجته المطلقة منه وقالت أنا أرضعه 50، أعطني 50، هي أحق. قال لا والله تطلبين دينار ما أعطيت، مو بكيفة. لو اشتكت عند القاضي، القاضي يقول تعطيها أجرة المرضعة وهي أولى من المرضعة، هي أولى من المرضعة وتأخذ الخمس. بل قال بعضهم لو أخذت زيادة يسيرة لا يضر، يعني لو قالت 60 مثلا ماشية، إيه لو قالت 60 مثلا طيب فيعطيها 60، لكن لو أعطيته مبلغ قالت 200 مثلا، أنا لا أرضع إلا 200 دينار، قال في مرضعة 50، قالت لا أنا أرضعه ب200. هنا هذا الإضرار، هذا هو الإضرار، كما قالت لا تضار والدة بولدها، لا يجوز أن تضر الزوج بهذا الرضيع. فالقصد أن وعلى المولود له رزقهن أي المرضعات وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف أي بالمتعارف عليه، بالمتعارف عليه في حق الزوج أو في حق الزوج. أحيانا تكون الزوجة غنية والزوج غني، وأحيانا هي فقيرة وهو فقير، وأحيانا يكون بينهما اختلاف، هو غني وهي فقيرة أو هي غنية وهو فقير، ممكن هذا؟ ممكن، كل زوجين يمكن هذا الأمر، زوجان غنيان، زوجان فقيران، زوج غني وهي فقيرة، زوجة غنية وهو فقير، هذا وارد. طيب وعلى رزقهن وكسوتهن أي معروف؟ قالوا معروف إذا كانت غنية وهو غني بما يتعارف عليه الأغنياء، إذا كان فقيرا وهي فقيرة بما يتعارف عليه الفقراء. طيب إذا كان أحدهما غني والآخر فقير، على حالته أو حالتها؟ بعض أهل العلم قال على حالتها، يعطيها على حالتها، ينفق على حالتها، كيف كانت عند أهلها ينفق عليها كذلك. وبعضهم قال على حالتي لأنه هو الذي يبذل، هو الذي ينفق، قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ثم ختمها بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني لا يكلف الإنسان فوق طاقته بل يعطي ما في وسعه. ثم قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار والدة فيها ثلاث قراءات، لا تضار بالسكون وهو الأصل، إذا قلنا إنها نهية لا تضار والدة بولدها أي لا يجوز الإضرار، لا تضار نهي أي لا يجوز لها أن تضار، لا تضار
نفي، أي لا إضرار عليها، لا إضرار أو لا ضرر عليها. فإما أن تكون نهيا وإما أن تكون نفيا. قال لا تضار، أي لا يجوز للوالدة أن تضر الزوج هنا، بحيث لو لم يجد مرضعة وأبت أن ترضعه هذا إضرار على الزوج وإضرار على المولود. لا تضار والدة بولدها، أي لا تضر الزوج بهذا الولد. كما أن الزوج لا يجوز له أن يمتنع عن الإنفاق، كذلك هي لا يجوز لها أن تمتنع عن الرضاعة. وبعض أهل فصل فقال إذا كان اللبى وهو أول ما يخرج من ثدي المرأة بعد الولادة فهذا واجب عليها أن تسقيه ولا يجوز أن تضره، لأن هذا اللي يعطيه شيء من المناعة، يعطي الرضيع، فهذا لا يجوز لها أن تمنعه إياه. أما بقية الرضاعة بعد ذلك فالأمر في هذا سهل، وهو أنها كما مر في الآية، وهي أن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أن ترضع بمقابل، أن تأخذ مقابلا. لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، أيضا هو لا يضار، لا يمنعها من ولدها أن ترضعه. وهذا يذكرنا بآية وهي قول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وذلك أن الزوجين لا يجوز لهما أن ينسيا الفضل بينهما لمشكلة وقعت، ولا يجوز لهما أن يضر بالرضيع بسبب خلاف بينهما. وهذه مصيبة الأزواج الآن الذين لا يفكرون إلا بأنفسهم، يريد أن ينتقم لنفسه منها وتريد أن تنتقم لنفسها منه، والمتضرر هذا الأولاد سواء كان رضيعا أو أكبر من ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، أدخل الوارث. من الوارث هنا؟ قال أهل العلم الوارث هنا هو وارث والد الصبي لو مات، وارث والد الصبي إن مات. وذهب الأكثر إلى أن الوارث هنا وارث الصبي لو مات، وارث الصبي لو مات، يعني لو أن هذا الصبي الآن مات من الذي يرثه؟ اللي هم عصبته الذين يرثون، عصبته عليهم أن ينفقوا، هم الذين ورثة الصبي في لو مات هذا الصبي. فإما أن يكون الوارث وارث الزوج أو وارث الصبي. وبعضهم قال وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث هو الصبي نفسه، يعني يؤخذ من مال الصبي لأمه نفقة، مثل ما الغني مثلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يأكل من أين؟ من أموال اليتامى، يأكل من أموال اليتامى بالمعروف لأنه ينفق عليهم. وهنا كذلك وعلى الوارث مثل ذلك، الصبي نفسه إذا كان له مال فالأم تأخذ من مال الصبي نفقة لها مقابل إرضاعه، يعني أجرة الرضاعة تكون على الصبي إذا كان أبوه ميتا. إذن إذا كان الأب والد الصبي حيا فهو الذي يلزمه النفقة، إذا مات والد الصبي فقال بعضهم ورثة الصبي هم الذين ينفقون فيما لو مات الصبي، مثل إخوانه جده اللي موجود من ورثته هم الذين ينفقون على الأم، أو الوارث الذي هو الصبي نفسه، الصبي نفسه هو الذي ينفق على أمه، يؤخذ من ماله لأمه إذا أبت رضاعه إلا بمال بمقابل. واحد يقول ممكن يصير هذا في حرم تسويتي فيه؟ ممكن يصير هذا الشيء. طيب لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فصال أي قبل الحولين، إن أرادا فصالا قبل الحولين، هو الأصل أن الصبي يرضع إلى الحولين، هذا هو الأصل. اتفق الأب والأم أنه يكفي سنة، يكفي سنة ونصف، يكفي سنة وثمانية أشهر، نريد الآن الفطام، الفصال هو الفطام، يفطمونه
فقالوا نفطمه الآن سنة وثمانة أشهر، ما شاء الله الولد صحته زينة وكذا، بدأ يأكل بدأ كذا، خلاص يكفي رضاع. فيفطم الصبي، من منكم فطم قبل سنتين يرفع يده؟ كلكم ما شاء الله سنتين كملته ولا ما تذكرون؟ ما تذكرون من منكم فطم قبل سنتين؟ طيب من عنده ولد فطم قبل سنتين؟ الحين كله حليب نيدو. من منكم عنده ولد فطم قبل سنتين؟ طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بس ما فيكم واحد فطم قبل سنتين؟ زين الأولين غير، ها حرصوا على الرضا أحسن. المهم إذا اتفق الأب والأم، الأم هنا إيش؟ المطلقة البائن، معناها ممكن يصير بينهم اتفاق، يصير بينهم حديث، ما في مانع لمصلحة، حتى لو كانت متزوجة لمصلحة هذا الولد. فإن اتفق على أن يتم سنتين هذا هو الأصل، إن قال نتفق على أنه سنة ونصف كافي، الولد ما شاء الله صحته زينة وكذا، نفطمه من سنة ونصف، من سنة وشهرين، الأم قالت يكفي أنا بس تعبت من رضاعة، نفطمه. إذا كان اتفاقا بينهما وليس على الولد ضرر فلا مانع من ذلك، إن كان اتفاقا بينهما وعلى الولد ضرر لا يجوز، إن كان بعدم اتفاق لا يجوز لأحدهما أن يمتنع. إذا قالت الزوجة أريد أن أكمل السنتين، قال الزوج لن أنفق، أنا أنفق عليك سنة وستة أشهر، أنا أشوفه زين الولد بس يكفي، ما لا داعي للخمسين دينار، ستة أشهر هذه نوفرها طيب فيكفي هذا، سنة ونصف كافي، قالت لا سأرضعه لمدة سنتين، ليس له أن يمتنع. أو العكس، إذا قال الزوج أريد أن يرضع حتى يكون سنة، الزوجة تقول لا بس كافي، ما بدون ضرر عليها، بدون مرض، بدون شيء، لا يجوز لها ذلك. إذا لا يجوز الفصال قبل السنتين إلا باتفاق بينهما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي غير الوالدة، تسترضعوه بغير الوالدة، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ما آتيتم فيها قراءتان، ما آتيتم وما أتيتم، أتيتم أي اتفقتم عليه، آتيتم أي أعطيتم، والاتفاق سيكون بعده العطاء، يعني الأجرة التي تم الاتفاق عليها. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي يذكرهم الله تبارك وتعالى بقضية التقوى في مثل هذه الحالة وفي غيرها، الإنسان دائما عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، ثم قال إن الله بما تعملون بصير، انتبهوا، إذا قلت أنا متعبة لا أستطيع أن أضع وأنت تستطيعين، إذا أردت الإضرار، إذا أردت الإضرار، إذا امتنعت عن حق الصبي اللبان أو هو امتنع، وهكذا كل هذا الأمر الله يخبر في النهاية، يقول والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. كم مضى؟ 27. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، سائل يقول هل يجوز أن تبنى المدارس من أموال الزكاة؟ الأصل أن الزكاة للأصناف الثمانية التي قال الله تبارك وتعالى عنهم، الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل والسائلين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء أصناف ثمانية هم الذين يستحقون الزكاة. لا يجوز صرف الزكاة في بناء مدرسة ولا بناء مسجد ولا رصف شارع ولا حفر بئر ولا كل هذه الأشياء، لا يجوز فيها دفع الزكاة. الزكاة إنما تكون للأصناف الثمانية، الفقراء، المساكين، وهم من كانوا أحسن حالا من الفقراء لكن بحاجة، العاملون عليها وهم الذين يجمعون الزكاة ويقسمونها ويوصلونها إلى أصحابها، وهؤلاء يأخذون أجرة المثل، أجرة وليس بحسب حاجتهم، لأن قد يكونون أغنياء فهؤلاء يأخذون أجرة، بينما الفقراء ما يسد فقرهم، المساكين ما يسد مسكنتهم، والمؤلف قلوبهم هم جماهير أهل العلم، لأنهم مسلمون، إما أن يكونوا على الحدود مع الكفار
حتى يمنعوا الكفار من دخول، أو يكون إنسان حديث عهد بإسلام، أو يكون شيوخ قبائل يعطون ليتألف قوم قلوب أتباعهم، لأن إكرام هؤلاء إكرام لكل القبيلة أو كل أهل البلد وما شابه ذلك. وذهب الحنابلة أن المؤلف قلوب يدخل فيه من يرجى إسلامه، من يرجى إسلامه اللي نشعر أنه ممكن أن يسلم، يعني قريب من الإسلام أنه يعطى من الزكاة، وهذا الصنف الوحيد من غير المسلمين الذي يأخذ الزكاة عند الحنابلة. والغارمين أو في الرقاب، في الرقاب الذي هو العبد يحرر، ونص أهل العلم أن الأسرى يدخلون في هذا. والغارمون، والغارم نوعان، إما غارم لنفسه وإنما غارم لغيره. والغارم لنفسه الذي يستدين لحاجته فهذا يعطى من، والغارم لغيره الذي يستدين ليساعد غيره فهذا كذلك يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله الجهاد، في سبيل الله المقصود به الجهاد، وإذا أطلق في سبيل الله في الكتاب أو السنة فالمقصود به الجهاد. وأدخل أهل العلم مع الجهاد اللي هو جهاد الدعوة اللي هو نشر العلم وكتابته وطباعة الكتب وغير ذلك، قالوا إن هذا يدخل في الجهاد، جهاد الكلمة، جهاد المنافقين وجهاد المشككين في الدين وما شابه ذلك. وابن السبيل، وابن السبيل هو الغريب، وإن كان في بلده غنيا لكن لا يستطيع أن يصل إلى ماله، فيعطى من الزكاة لا على سبيل الدين وإنما يعطى على سبيل التمليك. هؤلاء هم المستحقون للزكاة. أما بناء مدارس، رص شوارع، بناء مستشفيات، مستوصفات، هذا كله لا جسور أو كذا، كل هذا لا يجوز أن يؤخذ من أموال الزكاة. شنو الثاني؟ حتى لو كانت مدارس الفقراء لا يجوز، وإنما يملك الفقراء هذا المال. السؤال الثاني، واحدة تقول أنها سايق سيارة، تقول هي ما تعطل لكن تعطل سيارة نفسها، هل يقتص لها؟ أي نعم. قل امرأة يعني تركب مع السائق هكذا، تقول تضع عطرا للسيارة وليس على جسمها، يعني هل أولا إذا كان ممكن تجيب سايقة سائقة، وأنا أذكر أحد الإخوة، وكان هذا غير مسموح في قانونا أظن، عدل مسموح في قانونا مسموح، ها إيه، إذا في مجال تجيب سائقة أحسن. أنا أذكر أحد الأصدقاء يعني كان جايبين خادمة وهي في الأصل سائقة وتلعب كرته يقول زين، وهي تودي خواتي تودي أمي، يقول مرتاحين، يقول تماما لأن سائقة معهن. فالقصد إذا أمكن تكون هناك سائقة هذا هو الأصل، وأما إذا لم يمكن فالسائق قدر ما لا تركب معه وحدها، هذا الأمر إلا عند الحاجة. كذلك العطر إذا قالت تعطر السيارة ما في داعي تعطر السيارة، وإنما بين فترة أمره هو أو خادم أو هي بدون ما يكون سائق موجود تضع السيارة يعني شيئا خفيفا يعني، ولكن لا داعي لتعطير السيارة، هذا من الترف الزائد، هذا حقيقة يعني ما في داعي تعطير السيارة أبدا. سم صالح. أدري قاعد وين؟ قاعد الميقات. ليش؟ بس طيارة؟ طيارة. إيه. بس ما يدخل ما يدخل. زين. طيب هذا يقول مسافر للعمرة في الطائرة ولا يذكر هل أحرم أو لم يحرم. وتفاجأ أنهم تجاوزوا الميقات، يعني إذا كان لا يذكر أحرم أو لم يحرم ينظر إلى عادته، هل عادته يحرم قبل الميقات يستعد أو يحرم عند الميقات. إذا كان من عادته أن يحرم عند الميقات معناها لم يحرم، هذا هو الأصل أنه لم يحرم، وبالتالي إذا وصل إلى مكة يرجع إلى الميقات، إما ميقات السيل وإما ميقات الطائف، أو أنه يحرم من الفندق وعليه دم لتركه واجبا وهو الإحرام من الميقات، إما أن يرجع إلى الميقات وإما أن يحرم من الفندق وعليه كفارة أو واجب وهو دم على فتوى أكثر أهل العلم. ليش ما يثاب إذا مات شو يسوي؟ اعتمر وخلص شو يسوي؟ لا اعتمر وخلص هذا يقول إذا اعتمر هذا شربة مروقها يقولون هم عليه دم،
عليه دم لأنه ترك واجبا حتى لو اعتمر. طيب اعتمر وخلص أحرم ولا ما أحرم بعدها؟ أسئلة عيال. نعم. سم؟ عورت مجهد. إيه؟ يصلي بكرسي. إيه؟ بس السجود ما يقدر يسجد. ولا واقف. وقت السجود مع وجود إمام آخر سليم. إيه؟ هل الصلاة التراويح؟ إيه نعم. الأصل يقول الإمام الذي يصلي بين التراويح لا يستطيع أن يجلس، لا يستطيع أن يسجد لإصابته في رجله. الأصل أن صلاة النافلة القيام فيها ليس ركنا، النافلة القيام فيها سنة وليس ركنا. يقول هو يقف لكن لا يستطيع السجود، يعجز عن السجود. من عجز عن الركن لا يؤم من كان يستطيع أن يأتي بهذا الركن، خاصة أنه يقول هناك إمام آخر، لا يتقدم هذا الإمام، لا يصلي مأموما، يصلي مأمون لا يتقدم، يقال له ارجع غيرك، الإمام الثاني هو الذي يصلي أو المؤذن أو أحد المصلين، لا يصلي إماما بهم طالما أنه يرجى بره، يوجد إمام آخر، يوجد إمام آخر ونافلة هي لا يلزمه هو أصلا، فيتقدم غيره. المأموم صلاة صحيحة ما في أصر، اشتكوا عليه ما في أصر. يقول إذا أصر أنه يريد أن يكون إماما ما في شيء اسمه أصر، هو يرجى برؤه، إذا كان يرجى برؤه فهذا في الفريضة يصلي بهم، لأن يشكل على الناس هنا أنه يأمهم وهو مصاب لا يستطيع الجلوس السجود عفوا. الصلاة على كل حال صحيحة، لكن إذا أصر أنا أتصور أنه يشتكى عليه حيث يعزل رسميا، يقال له ابتعد لا تصلي بالناس حتى تشفى. سم، لأن على قول جماهير أهل العلم أنه لا يؤم، عند الحنابلة يؤم إذا كان إماما راتبا، لكن يوجد إمام راتب آخر. ليش يضطر؟ بس مو مضطر، مو ضرورة، هذه عادي الأمور سهلة سهلة. يلا زين سم. ظهر أحد العيال خلى منه موقف إنه شلون تزوج على أمي. فشاهد إن هذا الولد كبر تعدل 20 سنة، طبعاً ما كمل دراسة بعد الثانوية، حاول إنه يدخل في معهد وشغل وسوق سيارة وبعد. فحالياً هذا الولد ملتزم في الصلاة حمامة مسجد رايفات، مو متقبل مرتبه، أبوه بعد مو بس مرتبوه، يعني يقول حق أبوه لا تطلب مني شيء، لا ما عندي استعداد أسوي لك شيء، ولا يبي يدرس ولا يبي يشتغل ولا، مجرد أنه قاعد في البيت. الوالد من العوام والولد ملتزم سبب الغلاء، لا مو ملتزم قصدك ملتحي، لا يعني من أهل المسجد، من أهل المسجد مو ملتزم، هذا ما هو ملتزم والله أعلم. سم، من اللي يقول أقمت عليه الحجة؟ الأب يقول جبت أشخاص كلموه وقاموا على الحجة أنه غلط على الولد، يقول هل يجوز أن أطرده من البيت بحيث أنه يعتمد على نفسه، لأن حاليا وجوده في البيت مثل عدو لا يساعد فيه شيء، مثلا يجي بشيء ولا يودي ولا، فهل يجوز أن أطرده بحيث أنه يعتمد على نفسه؟ والله أنا لا أنصح بهذا، طبعا السؤال طويل ما سمعه. السؤال هو باختصار أن رجلا توفيت امرأته فتزوج امرأة ثانية وأولاده لم يقبلوا الثانية، خاصة ولده الكبير، ولا يعامل والده جيدا ويعصيه ولا يطيعه في شيء، فالأب يقول هل يجوز أن أطرده من البيت لأنه يعامل هكذا؟ أنا أقول لا تعامل الإساءة بالإساءة، خاصة أن هذا والد أب، بل عليه أن يدعو له بالهداية وأن يستمر في مناصحته، ويطلب أيضا من أشخاص آخرين لعلهم يؤثرون فيه أكثر أو كذا، يبحث في أصحابه لعل أصحابه يؤثرون فيه أكثر، يعامله معاملة جيدة ولا يطرده أبدا، لا يطرده من البيت. هنا إن شاء الله بس خلنا نشوف هذا. استغربت أنا.
أنا حسب السؤال هذا بالغلط أثر صح. يقول شوربة ماجي فيها جوزة الطيب هل يجوز؟ أقول شوربة ماجي شلون تسوي شوربة ماجي؟ جوزة الطيب حقيقة مختلف فيها جوزة الطيب هل هي جائزة أو لا؟ والأقرب أنها من المخدرات، الأقرب أنها من المخدرات فلا يجوز استخدامها، يبتعد الإنسان جوزة الطيب، الأقرب أنها من المخدرات فإنسان يبتعد عنها، هذا الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى. القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال خذه كله أو دعه كله، ولما سئل نافع عن القزع قال أن يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه. بقضية هل بالموس أو غير الموس، هو إذا كان ظاهرا حتى لو مو موس لكن الشعر كثيف مثلا ومن هنا مو بموس مكينة لكن مبين يعني واضح ظاهر أن هذا غير هذا تماما، فهذا هو القزع. أما إذا كان شيئا يسيرا اللي يسمونه مدرج إيه تدرج، هذا ما في شيء إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان واضحا بحيث أن هذا يختلف عن هذا اللي يشوفه واضح جدا من قريب ومن بعيد، فهذا القزع الذي لا يجوز والله أعلم. يقول إذا كنت مقرضا لشخص مبلغا من المال هل أعده من الزكاة أو لا إذا كان وقت زكاتي؟ في تفصيل، إذا كان هذا الذي أقرضته المال يعني حل دينه أو لم يحل، يعني تعطيته إلى متى يسدد لك؟ بعد مبلغ بعد موعد الزكاة تعدى يعني حل الدين يعني إيه نعم. إذا حل الدين ينظر، إذا كان هذا الذي أقرضته غنيا موسرا باذلا لكن أنت مستحي تقول له مثلا، وانت تدري لو تقول له فلان عطني فلوسي عطك على طول، لكن أنت مستحي منتظر لين هو يعطيك وهو لعله ناسي أو مهمل، فعليك الزكاة وعليه الزكاة، هو عليه زكاة لأن المال عنده وانت عليك الزكاة لأن المال تستطيع أن تأخذه لكن أنت ما أخذته، فعليك الزكاة هنا. أما إذا كان جاحدا بحيث أنك تقول له فلان المال قال لك مالك شيء عندي، هذا ما عليك زكاة. إذا قلت له المال قال إن شاء الله باكر بعد أسبوع بعد شهر يماطل هذا يصل ليس عليك زكاة. أو إذا كان معسرا قلت له فلان المال الذي لي عليك قال ما عندي فهذا أيضا ليس عليك. إذن أربع حالات، إذا كان معسرا أو مماطلا أو جاحدا فليس عليك شيء، إذا كان موسرا باذلا وانت مستحي عليك الزكاة. يقول هل تلاوة عبد الباسط عبد الصمد ومحمد المنشاوي صحيحة بحيث نتعلم منها ولا لا؟ إذا هذول قراءتهم مو صحيحة ما حد عنده قراءة صحيحة. إيه طبعا هؤلاء قراء متقنون. إيه نعم تعلم على عبد الباسط والمنشاوي بالعكس لا قراءة صحيحة 100% إن شاء الله. يقول أنا طالب مغترب من الله علي بتطبيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، لكن والدتي تأمرني بإزالتها ليس كرها لها لكن خوفا علي من المشاكل في بلاد الغرب. لا تطيع والدتك، يعني الإنسان ما يطيع والدته في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحلق اللحية محرم لا يجوز. فالحمد لله في من أهل البلد منهم مطلقون لحاهم حتى غير مسلمين يعني يطلقون لحاهم، هذا مجرد وهم أن يضرونك وكذا وكذا وكذا، ما في ضرر إن شاء الله تعالى، لكن إذا وقع ضرر حقيقي ينتقل جامعة ثانية ولا يروح لبلد ثاني ولا يرجع الكويت يدرس الحمد لله. يعني ما هي ضرورة بحيث أن الإنسان يفعل المحظور يفعل المحرم لأجل هذه الضرورة. يعني أذكر مرة واحد سأل يقول هذا السؤال قديم بس أنا يعني سمعته، يقول بنتي تدرس أظن في بريطانيا، تدرس بريطانيا وخايفة عقب 11 سبتمبر هل يجوز لها تنزع الحجاب أساس ما حد يضرها؟ من يقولنا يجوز لها تدرس هناك أصلا؟ وهل دراستها ضرورة وبنت عايشة هناك لحالها هناك ضرورة بحيث أنه يقال ضرورات تبيح المحظورات خايفة على نفسها؟ ما يجوز، يعني لا يجوز أن نصنع من لا ضرورة ضرورة أو من محرم من ضرورة والعياذ بالله، هذا لا يجوز. يعني لابد أن نعلم أن الضرورات تبيح المحظورات لكن أيضا الضرورات تقدر بقدرها، ونفرق بين الضرورات والحاجات وبين الحاجات والتحسينات، هذه الأمور لابد أن نفرق بينها.
أو نجعل كل شيء ضرورة؟ وحي يقول ضرورة، إحنا رايحين سياحة بلجيكا وممنوع النقاب هناك، هل يقط النقاب؟ وشو ما تدش بلجيكا؟ يعني هل ضرورة تروحين بلجيكا مثلا لأن هناك ممنوع النقاب يأذوننا؟ طيب من يقول لنا يجوز الذهاب إلى هذه البلاد أصلا حتى تنزع النقاب هناك؟ فلابد الناس لابد أن تهتم بدينها أكثر ولا تتساهل في مثل هذه الأمور، والله المستعان. يقول مطعم يأخذ بقشيش العمال ويكمل به النقص في الفواتير ثم يعطيهم الباقي، وهذا المطعم يبيع الخمور في تركيا، قد تذهب بعض أموال البقشيش لو النقص من الخمور، هل يجوز إعطاء البقشيش؟ ما يجوز تروح المطعم أصلا هذا. يعني مطعم يبيع الخمور اتركه، روح مطعم ثاني. هذا نفس الكلام اللي قاعد نقول الحين، يعني طال من مطعم يبيع الخمور وياخذ البقشيش من العمال، يعني ظلم وخمر، يعني ما يترقع بس عشان أكله زين، ما يصلح هذا الأمر، ما يصلح هذا الأمر. لا، نروح مطعم ثاني ما فيه خمور وعط بقشيش لين تقول بس. فنتقي الله سبحانه، لابد من الخوف من الله في مثل هذه الأمور، الله المستعان. شاب غارم عليه دين لبنك ربوي المبلغ 2000 دينار، هل يأخذ من الزكاة؟ خصوصا أن الشاب يقطع في الصلاة وراتبه ضعيف وعليه أن يساعد والدته في إيجار البيت ويريد الزواج، هل يجوز أن يسدد دينه من الزكاة؟ لا يجوز. إذا كان هذا الإنسان لا يصلي، يقطع في الصلاة وكذا، وهذا يؤمر بالصلاة، يؤمر باتقاء الله تبارك، بتقوى الله تبارك وتعالى، فإذا صلح حاله يعطى من الزكاة بشرط أن يعلن توبته من أخذ الربا. نعطيه زكاة نسكر هذا القصد، وبعدين يروح يأخذ له قرض ربوي ثاني وتعالوا سكروا عليه من الزكاة، ما يجوز. إلا إذا تاب من الربا، إذا تاب من الربا وقال أنه لن يفعلها مرة ثانية وأنه لن يأخذ قرضا ربويا مرة ثانية، هنا يعطى من الزكاة، أما غير ذلك فلا يعطى. أثناء الخطبة لم تنقل لي أختي الكبيرة أصل زوجتي. الخطبة إذن، أثناء الخطبة هي خطبة النساء، والخطبة خطبة الجمعة. أثناء الخطبة لم تنقل لي أختي الكبيرة أصل زوجتي، بعد الزواج تبين أن أصل زوجتي شيء أكرهه، هل يجوز لي الطلاق؟ لا يجوز. أختك الكبيرة ليش ما تسأل أنت؟ يعني عندك اسمها وعندك هذا، تروح تسأل أختك الكبيرة شنو نسابة؟ ما هو صحيح هذا الكلام، هذا تقصير منه، هو قصر في السؤال. إذا غشوه موضوع ثاني، إذا قالوا له نحن من العائلة الفلانية وطلع أنهم يكذبون عليه، هنا في كذب، في غش، فله أن يطلق بناء على الغش، بل ويطلق ويأخذ مهر كامل، لأنه طلاق، لأن في غش هنا. أما هو قصر في السؤال أو قصرت أخته في السؤال، ليس ذنب البنت اللي تزوجتها، ما هو ذنبها أبدا، وإنما ذنبك وذنب أختك، فلا يجوز لك أن تطلقها لهذا السبب. وإذا كنت ولابد مطلقا فأعطيها حقها وزيادة واعتذر من هذا الأمر، هذا لا يجوز. إنسان يبي يتزوج يسأل قبل أن يتزوج، ثم إذا تزوج خلاص انتهى الأمر. هنا بنات الناس ما هي لعبة، واحد يأخذ واحد وعليه يطلقها، والله تبين لي كذا وتبين، يقول ليش ما سألت وليش ما شفت؟ أو واحد طلق يقول والله ظنيتها جميلة طلعت قبيحة، ليش ما طلبت رؤيتها؟ اطلب حقك إنك تطلب رؤيتها، طلعت متينة أنا ظنيتها ضعيفة، ظنيتها مشكلتك هذه. وهكذا ونفس الشيء بالنسبة للمرأة، تقول ما أدري أحسب كذا وأحسب كذا، هذا زواج. إنسان إذا بغى يسافر يتأكد وين بروح وين كذا والمناكن أماكن الزينة وكم سعر الصرف وكم كذا، طيب حتى في الزواج من باب أولى، هذه بتعيش معها إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. فإنسان يسأل ويتأكد ويتطمن حتى بعد ذلك إذا تزوج تزوج على بصيرة. سؤالي عن الإبر التي تستعملها بعض النساء لنفخ الوجه، لتفخ الوجه أو الخد، هل هذا جائز؟ يعني إذا كان علاجا لا بأس، أما إذا كان تجملا وكذا لا يجوز، تغيير خلق الله تبارك وتعالى. أما إذا كان ليس تغييرا لخلق الله، مثل التجاعيد اللي تجي مثلا تأخذ إبرة توخر التجاعيد، ما في معها، ليس تغييرا لخلق الله. أما الله خالقك بدون غمازات تحطين لي غمازات؟ الله خالق الشفايف نحيفة زي تسويها أمبراطن مثلا، أو تفخ صدرها، أو هذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز، تغيير لخلق الله لا يجوز. نعم. أبر الهرمونات لكمال الأجسام هل هي جائزة؟ كثر أخذها في الوقت،
كذلك إذا كانت هذه الإبر يعني مضرة لا يجوز أخذها، لا يجوز أخذها هذه الإبر إذا كانت مضرة. أما إذا كانت لا تضر يعني بس يطلع نفسه عضلات وهذا الشيء يعني ما له داعي. بس إن القصد إنه ما نقول، ما نقدر نقول حرام طيب نفخ العضلات هذه، لكن الأصل أنه خليها أمر طبيعي ولا يأخذ هذه الإبر لكمال الأجسام إذا كانت مضرة به. وهذه أحد منكم عنده علم في هذه الإبر تضر ولا ما تضر؟ ها؟ ما أسمع. تضر؟ تضر ها؟ خلاص إذا كانت تضر لا يجوز أخذها. أي نعم. نعم. يقول إذا أفطرت الزوجة بسبب الحمل هكذا، إذا أفطرت الزوجة بسبب الحمل هل تطعم أو يطعم زوجها؟ إذا أفطرت بسبب الحمل في تفصيل، إذا أفطرت لأن هي تعبت بسبب الحمل، تعبت هي فهنا تقضي فقط، لأنها تعاملت المريض إن كنتم مرضى أو على سفر فتقضي هذا اليوم ما عليها شيء فقط. أما إذا كانت ليست مريضة، صحتها جيدة، وقال لها الطبيب الطفل أو الجنين الذي في بطنك يحتاج إلى أكل، الصوم يؤذيه يتعبه وقد يهلكه هذا الصوم، فتفطر لأجل الذي في بطنها وليس لأجل نفسها وإنما لأجل الذي في بطنها، فهنا تقضي تفطر وتقضي، ويطعم والد الصبي، الولي والد الصبي هو الذي يطعم، والله أعلم. يقول إذا قال في الطائرة مثلا بعد 10 دقائق مثلا نصل إلى الميقات ونسي ولم يحرم حتى تجاوزوا الميقات، أنا نصيحة لكم إذا سافرتم إلى العمرة في الطائرة ومررتم على الميقات وقال لك بعد نص ساعة أحرم، لا تأجل، أحرم بعد ربع ساعة، لا مو إلا بالضبط يعني تحرم، أحرم قبل 10 دقائق، قبلها ربع ساعة أحرم، كلها بس قول لك لبيك اللهم عمره. فعلى الإنسان يكون حريصا حقيقة، أحيانا ممكن الطيار ينسى ما يقول لك، ممكن أحيانا أنت خذيت لك غفوة مثل اللي تو خذ غفوة ينام، ممكن تكون أنت تسولف وما سمعته، فممكن يكون أخطأ. فلذلك الحرص زين في مثل هذه الأمور، الإنسان يحرم قبل الوقت، قبل أن يصل إلى الميقات يحرم احتياطا. إذا كان كما قلت تجاوز الميقات ولم يحرم، لم يحرم اللي قلنا قبل قليل، يرجع للميقات، إذا وصل جدة يأخذ تاكسي ويروح الميقات، السيل أو الطائف، طيب يعني وادي محرم في الطائف أو وادي السيل ويحرم من هناك، فإذا لم يذهب يكون ترك واجبا وعليه دم. هل الإشهار بالزواج شرط من شروط الزواج؟ وهل إذا تم الزواج بدون شاهدين فقط يمكن أن لا نشهر، أي لا نكتفي بالشهود نعتبره إشهارا؟ شروط صحة العقد 5، 4 أو 3 متفق عليها واثنان مختلف فيهما. الشرط الأول الرضا، الرضا، رضا الزوجين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التعيين، لابد تقول زوجتك فلانة تعينها، أو ابنتي إذا ما عندها إلا بنت واحدة، أو يحددها يعني ابنتي الكبيرة ابنتي الصغيرة حصة شيخة، يحدد الزوجة ويحدد الزوج، زوجتك يا فلان، زوجت فلانا، يحدد الشخص، لابد أن يعرف الزوج والزوجة، التعيين. الثالث الخلو من الموانع، ما في مانع من الزواج بينهما، ما تكون خالته، ما تكون أمه، ما تكون عمته، ما تكون أخته، ما تكون رضاع بينهما، ما تكون محرمة عليه مؤقتا، ما تكون حرمة عليه مؤبدا، ما تكون يهودي وهي مسلمة، مجوسية وهو مسلم، ما في موانع تمنع من الزواج، خلو من الموانع، خلو الزوجين من الموانع. الشرط الرابع الولي، وهذا جماهير أهل العلم على اشتراطه الولي، وذهب الأحناف إلى عدم اشتراطه بالنسبة للثيب، والجمهور على اشتراطه في الثيب والبكر، وهذا هو الصحيح. الشرط الخامس الإشهاد، واشترط الجمهور شاهدين، واشترط المالكية الإعلان، إعلان النكاح،
أن يعلن النكاح، لا يكتفى بشاهدين بل لا بد من إعلان النكاح، ما 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 يكون بالسر ولو في شهود، وإنما لا بد من إعلانه، إعلان النكاح. فالأصل الإشهار، والأحاديث الواردة في اشتراط الشاهدين فيها ضعف حقيقة، حيث في اشتراط الشاهدين فيها ضعف، فلا بد من إعلان النكاح، أن يعلن النكاح ولا يكون بالسر بس هو وأبوها وهي، لا لا بد أن يعلن النكاح، شهود أو حضور مجموعة أو كذا، المهم أن لا يكون الزواج بالسر. هدايا العمال غلول، هل يشمل عمال النظافة من يعمل في مطعم ويقوم بالخدمة للزائرين؟ لا، هدايا العمال مقصود العمال الذين يأخذون الزكاة من الناس، اللي لك مصلحة عندهم، هذا العمال، العمال اللي لك مصلحة عندهم. أما عمال هؤلاء ما لك مصلحة عندهم لا، هذه ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. متى يكون وقت صلاة النافلة التي قبل الظهر في يوم الجمعة؟ الجمهور قبل وقت النهي، نافلة قبل وقت النهي، واحد جالس في المسجد مثلا دخل المسجد على 10 صباحا مثلا وصلى ركعتين وصلى ما يسر الله له، بعدين جلس يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك رأى أن يصلي ركعتين مثلا، يبي وده يصلي، يقوم يصلي ركعتين إلى حد معين وهو قبل أذان الظهر بربع ساعة ثلث ساعة تقريبا، بس ممنوع الصلاة، اللي هو الوقت الذي تسعر فيه نار جهنم. لا يجب أن يصلي بعد ذلك نافلة، لكن اللي دخل المسجد يصلي تحية المسجد، لكن اللي جالس في المسجد ما يقوم يصلي ركعتين قبل أذان الظهر بثلث ساعة تقريبا، يمتنع خلاص، يمتنع عن الصلاة النافلة، اللي هو اللي جالس يبدأ يصلي ركعتين. هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنه كان يصلي إلى أن يصعد الإمام، وقال بعض العلم أن هذا فعل ابن عمر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على جوازه، يعني الجمعة لها خصوصية، صلاة الأيام العادية لا يجوز قولا واحدا، لكن تكلم عن الجمعة أنه يستثنى يوم الجمعة لفعل ابن عمر، هذا قول بعض أهل الشافعية وغيرهم، لكن الجمهور على المنع لا في الجمعة ولا في غير الجمعة. فالأحوط الإنسان ما يصلي قبل أذان، قبل صعود الإمام المنبر ما يصلي، إذا كان باقي على الأذان على صعود الإمام المنبر ثلث ساعة يمتنع عن صلاة النافلة. نعم. الذهب الملبوس فيه تفصيل، إذا كان الذهب الملبوس هذا تلبسه المرأة فالصحيح أنه ليس عليه زكاة، ذهب المرأة الذي تلبسه ليس عليه زكاة وإن كثر، لكن إذا كان الرجل هو الذي يلبسه عليه زكاة، لأنه يحرم عليه لبس الذهب الرجل، فإذا لبس الذهب حرم عليه وعليه زكاته، عليه أن يخرج زكاة هذا الذهب. يتسحروا تشهد، أي تشهد؟ تشهد الصلاة؟ أي نعم. على كل حال يعني هذا كل يوم متأخر عن المساجد الثانية؟ لا لا لا، المسجد كل يوم متأخر عن المساجد الثانية؟ إيه، لأن هذه الثانية هي اللي تأثر في الصيامة، إذا ما شرب هالثانية ما راح يقدر يصوم مسكين. إيه، هذا يعني هذا من التنطع حقيقة، يعني بعض الناس الآن التساهل للأسف، يعني يقول لا ما أذن ما وصل أشهد أن لا إله، مع أن بالفطور مجرد يقول الله أكبر أفطر، فهذا لا يصلح أبدا أن الإنسان يعني يتساهل في هذا الأمر على الوقت، خلاص دخل الوقت خلاص يمتنع الإنسان. الثانية هذه مهم أثر يعني حقيقة، يعني الإنسان إذا أراد أن يصوم وقد يكون فسد صومه في مثل هذا التصرف، فلا يجوز الإنسان يعني ينتظر حتى تؤذن كل المسائل أو ينتظر حتى ينتهي الأذان، هذا كله لا يجوز أبدا، لأن مقصود الأذان إيش؟ الأذان هو إعلام بدخول الوقت، يعني يقول لك دخل الوقت، دخل الوقت خلاص امتنع عن الطعام. كذلك المغرب إذا قال لك الله أكبر دخل الوقت أفطر، هذا هو المقصود، ولكن ليس مقصود سماع الأذان، العلم بدخول الوقت، إذا كان عندك ساعة وعرفنا دخل الوقت حتى لو ما سمعت الأذان، فالمؤذن ناسي، نايم، مريض، أي سبب من الأسباب ما
ما أذن ناكل وإحنا نعرف إن الوقت قد دخل، لا يجوز، أقصد الفجر يعني. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. يقول يسأل هو، يقول اشتريت سيارة عن طريق وسيط اللي هو البنك، طيب ثم بعد ذلك فوجئت بأن الشركة تخليني أوقع عقد بيني وبينها. لا يجوز، لا يجوز أن توقع عقد بينك وبينها أبدا، وإنما العقد بينك وبين البنك، فالشركة يتوقع مع البنك اللي هو الكفالة والشروط وكذا، والبنك يوقع معك. أن لا يجوز أن توقع أنت مع الشركة أي شيء أبدا، ما لك علاقة بالشركة، أنت شريتها من البنك مو من الشركة. أي نعم. هو يسأل يقول النافلة، نافلة الظهر أو نافلة العصر، إذا صليناها 4 ركعات هل يجوز نصليها بسلام واحد وتشهد واحد؟ النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، الأصل التخفيف في النافلة. والصحيح أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولا يصح. والرواية الصحيحة صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الأفضل. لكن لو أن الإنسان صلى النافلة أكثر من 2 ركعة ما بأس، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ب5 ركعات متصلة، وب7 متصلة، وب9 متصلة. فالنافلة يجوز فيها ما لا يجوز الفريضة، فيمكن الإنسان يصلي النافلة 4 ركعات بسلام واحد، ولكن الأفضل بتشهد واحد أيضا، هذا الأفضل. وإن صلى بتشهدين عند الأحناف يصح، وعند الجمهور الأفضل تشهد واحد وسلام واحد، 4 بسلام 1 وتشهد واحد، سواء قبل الظهر أو قبل العصر أو اللي بعد الظهر، ولكن الأفضل 2 ويسلم، هذا أفضل. أي نعم. وهذا هو الأصل في الصلاة. يقول كيف نخدم هذا الدين العظيم في وقتنا الحاضر نحن كشباب، حيث كثرت الفتن وتغيرت كثير من أخلاقيات الناس وعاداتهم، وأصبح الالتزام بالشريعة والدين الإسلامي شبه غريب. أقول أول شيء نخدم فيه هذا الدين أن نلتزم نحن. أول شيء ألزم نفسك أنت بما أمر الله، وابتعد عما نهى الله جل وعلا. أصلح نفسك أول شيء، كن قدوة صالحة، ثم بعد ذلك ابدأ بالأقربين، سواء كانوا في بيتك، كانت زوجتك، كان أمك، أبوك، أخوك، أختك، أبناء أخيك، أبناء أختك، أصدقائك، جيرانك، أقاربك، زملاء العمل. ابدأ أنت بالأقربين، ثم بعد ذلك اطلب العلم، احرص على طلب العلم الشرعي المؤصل، حتى إذا جئت تتكلم تدافع تتكلم بضوابط بأصول بقواعد بأدلة، حتى تقنع الآخرين وترد شبهاتهم كما ذكرت في سؤالك. فإذا بدأ الإنسان بذلك فإن الله تبارك وتعالى ييسر أمره، والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويكفيك الله شر نفسك، ويكفيك شر أهلك، ويكفيك شر جيرانك، ويكفيك شر أصدقائك وإخوانك، وهكذا. فالقصد أن الإنسان يبدأ بنفسه بالتعلم والعمل، ثم بالدعوة إلى هذا العلم، والدعوة إلى العمل به، ومع الدعاء أن الله يصلح أمر هذه الأمة، لعل الله تبارك أن يستجيب دعاءك فيصلح أمر هذه الأمة على يديك، وهذا ليس على الله بعزيز سبحانه وتعالى، وإن هذه الأمة يمر بها خير ثم شر ثم خير ثم شر، وهكذا. وقد مرت بنا أو بالأمة يعني أمور كهذه، قوة وضعف وقوة وضعف كثير، وسيأتي قوة وضعف، وهكذا إلى أن يخرج المهدي، إلى أن ينزل عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، ولا ييأس ولا يستكثر يقول الطريق طويل أو ماذا أفعل أنا. محمد صلى الله عليه وسلم كان واحدا، شخص واحد بعث إلى أرض مشركة، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ولم يكونوا في مكة أصلا. بعث في أمة غارقة في الشرك، غارقة في الشرك، بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشلهم الله بفضله سبحانه وتعالى وبدعوة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه. فادعوا وتأمل، أحسن الظن بالله تبارك، وأمل خيرا وسيكون الخير إن شاء الله تعالى، والخير في أمة محمد لا ينقطع،
فعلينا أن نحسن الظن بالله تبارك وأن نجتهد قدر ما نستطيع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم الصيام.